في سنة 48 ولما أعلن اليهود قيام دولتهم في ليلة واعتبروا نافذ الإعلان نافذ في ليلة 15/5 لأنه كان بريطانيا بدها قال يعني بينتهي انتدابها ب 15/5/1948. في دول قال كانت مستقلة عربية، قال مستقلة بتكون جامعة الدول العربية اللي تكونت 1945. بريطانيا يعني كونت الجامعة أو يعني أنشأتها وجمعة العرب. الآن دخلت قال الجيوش العربية، مين يعني أهم جيوش دخلت؟ مش بدناش هي سبعة كانت بس بدنا نأخذ منها، أولا لبنان، سوريا، الأردن، مصر، طبعا السعودية دخلت في الموضوع، اليمن دخل في الموضوع، بس العراق دخل. بس يعني لما تيجي تنظر يعني قديش عدد الجنود اللي من كل بلد، يعني بالنسبة لأرقام اليهود كانت متواضعة الأعداد، يعني ما بتتلاقمش مع أمة بدها تفقد أرض مقدسة وفيها القدس. وبرجع شوي لصلاح الدين، أكبر خطأ وقعوا فيه الصليبيين إنهم احتلوا القدس. أكبر خطأ وقعوا فيه الصليبيين احتلوا القدس. اثنين ارتكبوا مجازر في المسجد الأقصى لحاله، هم بيقولوا إنه قتلوا 70,000 في المسجد الأقصى لما دخلوا. لو احتلوا أماكن ثانية في العالم الإسلامي، العالم الإسلامي لا يستفز كما استفز لما احتلت القدس وبتشبهها اليوم هون. إسرائيل برضو لما في 67 احتلت القدس، هذا بداية نهايتها. مش ممكن الأمة تهدأ إلا بعد تحرير فلسطين، مش ممكن. هاي 66 سنة والقضية طازة، والله سبحانه وتعالى ميسر لهم زعماء بينطبق عليهم الآن قول الله سبحانه وتعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. ليش؟ بكل وقاحة أمام الناس، أمام العالم كله في إعلام، وكأنهم يعني ضامنين إنه كل شيء راح يكون تمام، مع إنه بيدفعوا الثمن من حيث يدروا من لا ما يدروش، بقتلوا بشكل واضح ومفضوح. يعني شوفوا يا ناس، ونشوف ليش بقول بيعملوا بهذه الطريقة. بس شوي، الخطأ أهم خطأين، إنه الصليبيين لو إنهم الصليبيين ما مسوا على فكرة القدس، بس طبعا كيف بدهم يمسوا القدس؟ هم الصليبيين وهم جايين اصلا باسم القدس، وكيف اليهود بدهم يمسوا القدس وهم جايين اصلا باسم القدس؟ تمام. هذول القضيتين، المجازر هاي بيدفعوا ثمنها، ها واحتلال القدس معناته هو بداية النهاية. كانت 67 بداية النهاية. الآن وفي منهم قالوا لهم يعني حتى في 67 قالوا لهم يعني ديروا بالكم هذه بداية النهاية، لأنهم بيعرفوا إيش القدس عند المسلمين. عند المسلمين طبعا احنا مش شايفين الزعامات بيقيموا وزن القدس. ليش مين هم هذول الزعامات؟ طيب دخلت الجيوش، مين كان يقود الجيوش؟ أقوى جيش تقريبا دخل اللي هو الجيش الأردني. ولعلمكم انه مش بس الجيوش دخلت، وكان ميليشيات مسلمة اذا صح التعبير. بس لما دخل الجيش الاردني هون منع انتبهوا، منع يكون في مقاتلين من غير الجيوش، ممنوع. بدهمش الناس تقاتل، بدهمش اصحاب الارض يقاتلوا، بدهمش الناس اللي مش ضمن الجيوش، الجيوش اللي باعثينها الساسة. لابد انهم يبعثوا جيوش، ولابد يوروا الامة انه احنا، وهذا طول عمرهم بيضحكوا علينا بنفس الطريقة، ممكن يبعثوا لك الجيوش يقاتلوا، ولا كيف بدهم يصمدوا في عروشهم؟
كيف بدهم يصمدوا في عروشهم؟ تمام؟ طيب دخل الجيش الأردني، مين بقوده؟ كلوب باشا. أبو فارس. كلوب باشا البريطاني بقود الجيوش. وتفاجأت يوم بتطلع على 12 فوج، مين بقودهن؟ 12 فوج. وإذا بقوده 12 فوج، فقط ثلاث عرب بقودوا 3 أفواج، والباقي بقودوهم بريطانيين. الجيش اللي دخل الأسماء مش عربية. طب والقائد الأعلى بريطاني برضو. ودخلت الجيوش 15-5 وبدأ القتال. وكانوا اليهود تقريبا مهزومين في كل القطاعات. اللبنانيين مع كلة اللبنانيين دخلوا واحتلوا، والسوريين دخلوا ونفس الشيء، والأردنيين وصلوا يافا، والمصريين ضغطوا ووصلوا. لعلمكم ميليشيات مصرية وصلت سور باهر، هون سور باهر. تمام؟ طيب ما ظلش اسرائيل ليكون هم داخلين مشان الشغلة هاي. طب هذول الجنود، وهذا اللي بصير في الأمة، طب هذول الجنود بيقاتلوا بحرارة وعن جد بيقاتلوا، واللي فوق وبعدين، ولا انتوا بالكم يعني، ولا انتوا بالكم في موضوع لما اسرائيل دخلت في الكرامة، دخلت في الكرامة وتعدت النهر، والجيش الاردني كبدهم خسائر فادحة، عارفين ليش؟ لانه القائد الاردني اللي كان يقود قطع الاتصالات مع القصر وتصرف. طب القصر بده يتصل، ما تضربش يا ولد، ما مش عارف. واسرائيل ماخذة، ما عارفة، ماخذة تعهدات داخلة. المفاجأة ايش عمل؟ شو اسمه؟ مشهور حديثة ابو رمزي. طيب مشهور حديثة قطع الاتصالات مع القصر وبلش مدفعية. اثريتوا احنا واقوياء احنا، وتكبدوا اليهود خسائر فادحة. ليش؟ لانه فيش اتصال مع القصر. معناته هذه الجيوش بتلزم فعلا، هو بيعدوها. ليش؟ لانه بدون جيوش اصلا ما لهمش سلطة في بلدهم. برضو بدون جيوش ما لهمش سلطة في بلدهم، بس الجيوش هاي تستخدم ضد اسرائيل. لاحظوا الان، نرجع. اذا دخلت هذه الجيوش، اول اشي منعت المجاهدين اللي مش تابعين الجيوش الرسمية، انه انتوا اتركوا الامور، ممنوع، احنا اللي نقاتل. طيب وفعلا اسرائيل خلال 26 يوم 27 يوم خلصنا. اذا هي اول دليل على انه كانوا قادرين يقاتلوا، ومعناته احنا عندنا قدرة في القتال، وهي نهزم اليهود مع انهم اكثر منا عدة وعدد، واهل البلاد الاصليين ممنوع يقاتلوا، المعنيين يعني. تمام؟ صارت هدنة. ليش الهدنة؟ عملوا هدنة اعلنت في 10/6، طبقت في صباح 11/6/1948، صار هدنة لمدة شهر. طب ليش؟ لايش بتلزم مع الهدنة؟ طالما بتقول انت هدنة ولمدة شهر وبعدها بصير القتال، ليش الهدنة؟ ليش؟ بدك تعمل اتفاقيات، بدك تعمل اتفاقيات، اعملها والحرب ماشية، اتفق وكل شيء تمام، بعد ما تتفقوا بتوقفوا الحرب. خلال الشهر
جت الأسلحة على اليهود ومقاتلين عبر البحر وتفاصيل تفاصيل، وترتبت الأمور، وفي موعدها انتهت الهدنة وبدأ القتال. وإذا قال موازين القوى مختلفة، الحرب قعدت بعد الهدنة الثانية 8 أيام بس، 8 حرب 8 أيام. انتوا يلي كنتوا منتصرين ب3 أيام بتقولوا سلمنا 3 أيام. الضفة الغربية انتوا ما انتوا شايفين لو اخذنا هون، وفلسطين ما هي كلها كانت مزارع وجبال ووديان وكذا، مش هيك؟ مش زي غزة، مش زي غزة المفتوح المكشوفة عسكريا، مش زي غزة المكشوفة عسكريا. ما هيها غزة بتفضح، بتفضح كل المسرحيات القديمة. 8 أيام الله لا يعطيكم العافية، 8 أيام، وتصدر أوامر بالانسحاب وتحديد حدود إسرائيل. أوامر بالانسحاب. أنتوا يا جيوش مخذينها جد، يخرب بيتكم، بتهجموا على إسرائيل بتنهوها، أنتوا مش فاهمين. بيصدر عبد الله، ما هو قيادة الجيوش كلها وقلوبها، انسحبوا. اكتشفوا انه بعد ما انسحبوا وانتهت الحرب والهدنة، قال سموها دائمة. الاولى مش دائمة الهدنة كانت، الثانية سموها دائمة. خلاص